في اي افلام ليك تاني تحب انك تعلق عليها؟ ايوه من غير ميعاد. من غير ميعاد كنت انا وسعاد وناديه ومحرم. محرم فؤاد. ناديه لطفي. على فكره ناديه لطفي ست عظيمه. يا سلام. انسانه ممتازه وملتزمه قوي واخت اخت عزيزه ولا زلنا نسال على بعض ونكلم بعض لغايه دلوقتي. وفيها شهامه. هي فيها شهامه عظيمه وجدعنه وصاحبه موقف وكلمه. لما تلاقي انسان في مازق ما تسيبوش. صحيح. دون اي غرض ولا مصلحه. لا هي كده. المهم احنا كنا بنمثل وانا كنت بدندن بقى العود معايا في العربيه على طول. بدندن. فلما اخش الاوضه بتاعتي كل واحد له اوضه. ايوه. واخد بالك؟ طبعا. الممثلين كل واحد له اوضه. فليا اوضتي. بخش اعمل شعري ولا بتاع، ما كنتش اعمل مكياج خالص وقتها. خالص. اعمل شعري اسرح والبس اغير هدومي، ببقى جاي بقميص وبنطلون اروح مغير لابس بدله مثلا. بدله بقى حسب الدور. وبعد كده اطلع العود بقعد ادندن لغايه لما يقولوا لي كاميرا تعال. يعني كنت جايبه يسليك. فانا بدندن كده لقيت محرم دخل. الله انت بتعزف عود؟ تتبقى اقعد فعلا. فرحت مغني له. قال لي يا نهار اسود بتغني كمان؟ قلت له بلحن كمان. قال لي يا نهار اسود طب سمعني لحن. فسمعني. كان في تعاون بينكم؟ ما كناش لسه ابتدينا. انما في حصل بعد ساعتها كده. حصل طبعا بعديها. بس ساعتها ما حصلش. لان قلت له انا قلت له ساعتها ايه؟ قلت له لسه انا ما احترفتش. انا هاوي. لما هحترف هلحنلك. وفعلا لما احترفت عملت له قدك المقاس يا عمري. طب اشتغلت مع سعاد حسني تقريبا فيلمين. ايوه. وكان في مشروع فيلم ثالث. عزيزي ومن غير ميعاد. ومن غير ميعاد. كان في مشروع فيلم ثالث. كان في مشروع. وبعدين؟ وبعدين الفيلم الاخراني ده حصل. لا ما زي ما انت متصوره. انا عارف انت في مخك ايه. انا عارف. الجمهور لسه ما يعرفش سيدي عشان اعرف الجمهور. العقد ما اتلغاش بتاع صوت الفن. انا اللي طلبت الغاءه. ليه بقى؟ انا اللي طلبت الغاءه. عشان؟ من دون ابداء اسباب. هم كانوا عقدين كمان فيلمين. ايوه. وسبتهم بقى. سبتهم وانا دماغي مرفوعه فوق شامخه. وبعزه نفس. وقلت خلاص بطلت السينما اشتغل في المزيكا. بقيت في المزيكا وشقيت حياتي في المزيكا. ولما اشتغلت في المزيكا بقت يقول لي عروض ثانيه للسينما. عايزين نطلع غني في الافلام. ابدا. ابدا. هقول لحضرتك حاجه. انا لغايه دلوقتي بيجي لي عروض لمسلسلات. في واحد منتج عرض عليا فيلم. قلت له انا ما بمثلش، بطلت التمثيل. انا شغلتي دلوقتي مزيكا فقط. طب انا عايزه اقول انه في يعني مقولات او بنسمع شائعه. قولي. انا عارف انت عايزه تقولي حاجه. قوليها. انه عبد الحليم حافظ تدخل لدى منتج الفيلم وطلب منه انه يلغي العقد عشان سعاد حسني ما تشتغلش معاك. ليه؟ كان في مشروع حب او في قصه حب. يقال الكلام ده. يقال. احنا عايزين نسمع بقى من حضرتك الحقيقه. لا لا هو يقال برضه. ايه اللي يقال ده؟ هو يقال يا استاذي. اصل مش شوفي كل ما يقال صحيح. انت احد طرفي الاشاعه. معلش. يقال. لا كنت صديقه. ها صديقه وكنا بنخرج مع بعض اصحاب. طب وما حصلش حضرتك استلطاف بينك وبين سعاد؟ كنا مع بعض اصدقاء. كان حصل. خرجنا كذا مره مع بعض. وقعدنا مع بعض وتعشينا مع بعض. ده يخلي عبد الحليم لكن حافظ. العمليه ما زادتش عن كده. عشان كده انتوا ما اشتغلتوش كمان مع بعض. لا الموضوع ما كبرش عن كده. ها يعني الموضوع ما كبرش ما تطورش. لا يعني هو لغايه الحد ده. لا امال ايه ده؟ ازاي تدخل عبد الحليم حافظ؟ ما هو تدخل. لا 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 مين قال كده؟ قيل ذلك. لكن محمد بديع سربيه الكاتب الكبير والصحفي المعروف. كتب موضوع. كتب وقال كده. ايوه كتب في الموعد مظبوط. وعلاقه حب بين محمد سلطان وسعاد حسني ومحمد سلطان. وصور لنا وحاجات كده وبتاع. لكن الموضوع كان علاقه زي اقول لك ايه؟ زملاء يعني. مفيش دخان من غير نار. من غير حاجه. ما حصلش. في دخان من غير نار. يعني هيطلع دخان لوحده كده؟ كنا عشان بنتفسح ونخرج نرقص بالليل ونتفسح وبتاع. مش شرط يكون في حاجه. يعني نقدر نقول مدام فايزه احمد اللي خليتك تركت التمثيل؟ لا هي كانت عايزاني الحن وانا بمثل كمان. بس كانت بتغير على حضرتك جدا. لا بصي بقى لا تغير. هنتكلم في الحته دي.
هنتكلم في الحته دي، دي حته مهمه ويمكن انا احب الناس تعرفها. انا احب ان انا اعرفها واحب جمهوري يعرفها. طب اتفضل حضرتك. انا عايز حضرتك تعرفيها والناس تعرفها. في غيره هدامه وفي غيره بناءه ومفيش منها ضرر. في غيره تضر. يعني انا لما انا فازت غير عليا غيره وحشه وقاتله هتاذيني وهتاذي نفسها ويمكن ننفصل. هي كانت ذكيه جدا وكانت بتحبني لدرجه مش عايزه تزعلني. كانوا يروحوا يقولوا لها احنا شفنا جوزك مع فلانه فلانه، والله كانوا يقولوا لها كده. تقول لهم شوفوا ما حدش يقول لي حاجه عشان انا مش هصدق لما اشوف بعيني. لما اشوف بعينيا هصدق، غير كده ما حدش يقول لي حاجه ابدا. وقيل لها هذا الكلام اكثر من مره. طب ايه راي حضرتك ان في الارشيف بتاع حضرتك بيقال ان مدام فايزه احمد قالت لك اعمل اللي تعمله بس على شرط ما تخلينيش اعرف؟ لا ايوه اللي حصل هقول لك. شوف الابتسامه اللي طلعت من حضرتك. ايوه ما انا هقولها لك بس هقول لك بس هي بمعنى تاني. ما تعملش اللي تعمله، اعمل اللي تعمله ما تخلينيش اعرف. لا هي قالتها لي بطريقه تانية. قالتها ازاي طيب حضرتك؟ غير لك الـ 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 الكلام يعني الصيغه. الارشيف بيقول كده، انا مش بجيب من عندي. هي قالت لي ايه؟ هي يعني تطرق الشك اليها من بعض التصرفات لي. احنا كلنا بشر وكلنا خطائين طبعا، وانا انا لازم اعترف ان انا غلطت كتير في حياتي. بس بيقال ان عبد الحليم حافظ كان عاز اليها، يعني ان في حاجه ان انت بتعرف حد او كده، وراح قال لها وفتن. بس دي ما تتحكيش، دي ما تتحكيش، دي ابتسامه. انا احييك عليها.